غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو، ساعة القمص بفلس حنة. أهلا وسهلا، مع سعادتك الأستاذ وسام عبد الله من أمريكا يا فندم. فيك الرب يباركك ويبارك تعب محبتك، سلام ونعمه. سعاده الاب الفاضل بافلوس، يعني حضرتك عالم من اعلام الكنيسه الارثوذكسيه في استراليا، والكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل على ما انتم عليه من الرجاء. فكان عندي سؤال بسيط لحضرتك لو تكرمت، يعني حضرتك بالنسبه، هل متشكرين يا فندم، هل قرات في علم النقد علم النقد النصي؟ يعني النقد النصي، النقد النصي، النقد النصي، نعم. انا بسأل حضرتك هل قرأت فيه، يعني هل درست في كلية أكريكية او قرأت فيه؟ لا الحقيقة ما درستوش. علم النقد النصي حضرتك هو علم خاص بعلم المخطوطات، بيحاول يأتي بنص اقرب ما يكون الى الاصل، وهو ده علم النقد النصي. طيب الوقت حضرتك علماء، علماء النقد النصي يا فندم بيقولوا ما هي الحاجة لعلم النقد النصي. عندنا كتاب مشهور لأحد العلماء في أمريكا، واحد اسمه أوردن إيب وجوردن فيه، الكتاب اسمه Studied in the Theory of the Textual Criticism، بمعنى دراسة في نظرية وطريقة النقد النصي العهد الجديد. بيقولوا ما هي الحاجة لعلم النقد النصي؟ ثلاث أشياء: واحد، إن الأصول اللي كتبها الرسل غير موجودة. اثنين، ان النساخ الكتبة غيروا للتصحيح. ثلاثة، ما فيش مخطوطان زي بعض. طبعا حضرتك من حقك تقول لي الكلام ده بدون دليل، فانا اجيب لك الدليل الاول على ان الاصول غير موجودة من الكنيسة الارثوذكسية. ممكن اسأل حضرتك الهدف من المكالمة دي ايه بس عشان اعرف؟ الهدف من المكالمة كما يقول يسوع، يسوع يقول اكرز بالانجيل للخليقة كلها. الكتاب المقدس بيقول اكرز بالكلمة، اعقف على ذلك في وقت مناسب غير مناسب. الكتاب المقدس بيقول، يسوع يقول فتشوا الكتب. يسوع يقول من ينكرني امام الناس انكره امام ابا الذي في السماوات. يسوع يقول من يستحبي بكلام في هذا الجيل الفاسق فان ابن الانسان يستحبي. نرجع تاني للموضوع. طب هل الكنيسه المصريه مثلا، على سبيل المثال الدكتور وهيب جورجي كامل، الدكتور وهيب جورجي كامل هو من علماء الكنيسه المصريه واستاذ العهد القديم في كليه اكريكيه، ليه كتاب اسمه مقدمات العهد القديم صفحة 24. اللي مقدم الكتاب هو الأنبا موسى وأسقف الشباب، يقول فيه لم تصح. أيوة سوري معلش هحكيك، عايز أسأل حضرتك سؤال. أمر حضرتك بتتكلم عن الكرازة، الكرازة دي المفروض تكون مؤمنين ولا غير مؤمنين؟ لا مش شرط، لأن الكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لأن تردوا على من يطلب منكم دليل. أنا ما قالش يكون مؤمن أو غير مؤمن، ولو حضرتك عاوز تفسير أرضي. أيوة سوري حضرتك عايز تقول ايه بالظبط؟ انا عايز اوصل لحاليا حضرتك عايز توصل ايه معايا بالظبط؟ عايز تقول ايه الرساله اللي عايز تدينا لي باختصار كده؟ الرساله يا فندم اذا كان الاصول المخطوطه غير موجوده والنساخ غيروا من اجل التصحيح وليس هناك مخطوطان مثل بعض، كيف نثق في صحه العهد الجديد؟ ازاي نثق ان ده كلام الله؟ الاصل غير موجود والنساخ غيروا وعدلوا للتصحيح ومفيش مخطوطين مثل بعض، كيف نقول هذا كلام الله؟ هو ده السؤال لحضرتك. انا بؤمن بالكتاب لانه بلاقي في حياتي. الكلام الذي اقوله لكم هو حياه، فالحياه دي انا وجدتها وتلمست معها. نعم يعني حضرتك، فمن اجل هذا انا بؤمن بهذا الكلام. انا عارف التصحيح حضرتك عليها دي، انا طبعا ما اعرفش صحه الكلام حضرتك بتقوله، لان زي ما قلت لك انا مش ناقل مش دارس للناقد النصي، لكن انا بالنسبه لي انا بؤمن بهذا الكلام، لان كان ده انا عشته وحييته وانا بحيا بيه، وهو ده المن السماوي اللي بلتقطه كل يوم من الله. انا فاهم يا فندم، طيب كلام حضرتك معايا مش هيودي يجيب اي حاجه. انا فاهم، اعتقد ان احنا مفروضين. ما هو ده يا فندم العاطفه، انت ده ايمانك بدون دليل، هذا ايمان بدون دليل.
الاصول مش موجودة. لا انا ايمان الدليل. اتفضل ايه الدليل؟ بس انا مش دارك عشان اقول لك الدليل. انت طيب. بتكلمني وانا بقول لك انه مش دارك عشان اقول لك الدليل. طيب. فما تناقشنيش في حاجه انا مش دارسها. عايز تناقش الموضوع ده. لا بالعكس انا احترمك على هذا الكلام ده كلام انسان محترم فعلا اللي انت حضرتك بتقول مش دارس في الكلام ده وده خلاص يبقى الموضوع انتهى بالنسبه للموضوع. طب بالنسبه لالوهيه المسيح يا فندم عند حضرتك الكتاب المقدس في العهد القديم الله اعلن عن ذاته في العهد القديم وقال مثلا على سبيل المثال في المزمور 46 10 كفوا واعلموا اني انا الله اتعالى بين الامم اتعالى في الارض. عندك مثلا كمان إشعية 46 9 اذكر الاولويات منذ القديم لاني انا الله وليس اخر الاله وليس مثلي. في نصوص كتير جدا انت حضرتك لو عملت بحث في الكتاب المقدس عن كلمه انا الله لن تجدها الا في العهد القديم. السؤال لحضرتك اذا كان الله اعلم عن ذاته في العهد القديم ولا لا مش شهود يهوه اذا كان الله عن ذاته في العهد القديم وقال انا الله لماذا يسوع لما تقول انا الله؟ انا لا اريد حضرتك مع احترام سعادتك استنتاجات اللي قال معناها كده قال كده يبقى معناها كده قال كده لا لا الله قال انا الله لماذا لم يقول انا الله؟ ليه نستنتج الوهيته مع ان الله في العهد القديم؟ عندك نصوص كتير جدا لو حبيت ازيد تكوين 46 3 ايوه يا فندم لماذا لم يقول انا الله؟ اذا كان هو مش بص معايا لا لان حضرتك ادرس كويس وانتم احترام لحضرتك يا سعاده الفاضل ارجوك يكون عندك سعه صدر. اللي بيتكلمه ده راجل دارس الكتاب المقدس من الالف الى الياء. انا ما اعتقدش مع احترام لحضرتك انت قرات الكتاب المقدس. قفل التليفون مساكين ايمان اعمى. كان معانا الهواء مباشره الان القمص بفلوس حنا القمص بافلس حنا من كنيسة القديس أبانوب بأستراليا. القمص بافلس حنا من كنيسة القديس أبانوب سيدني أستراليا. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله. الله أكبر تكبير كل قلب مسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.